حنا جينا من مدينه تطوان باش نشجعوا المنتخب المغربي ان شاء الله، نجيبوا ديك الربح ديالنا باش نتاهلوا لكاس افريقيا ان شاء الله ونعملوا المزيد من التالقات وداك الشيء. المهم اليوم جينا من مراكش باش نحضروا المنتخب المغربي ديالنا ونشجعوه في الرباط، وبنا نشوفوا كيفاش غادي يتعاملوا مع الفرق الافريقيه. شفنا التاهل في كاس العالم وبنا نشوفوا كاس افريقيا الاقصائيات اش بيجيروا فيهم، وان شاء الله نتمنى في هذا الماتش الويتي يدوز مزيان ونشوفوا الركراكي يمشي خطه مزيانه، وان شاء الله غادي نربحوا في هذا الماتش هذا، ونشوفوا كيفاش غادي يتعاملوا مع هذه الفرق الافريقيه ان شاء الله في هذه المباراه هذه. قال لي انا المنتخب الوطني احسن منتخب في التاريخ بدون منازع، يربح منتخب الاخضر. متوقع نتيجه 2-1. الماتش ديال جنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا واخا خسروا ماشي مشكل، حنا دائما نتاهلوا ولكن نربحوا ان شاء الله. توقعت ان اليوم في المنتخب المغربي يربح 2-1 والماتش الجاي في جنوب افريقيا اربح بواحد الزار. هذا الماتش كنشكروا السي القجاع علاش هو الركراكي اللي نظموا، حيت هذا واحد الاستعداد مزيان لكاس افريقيا اللي كاين في شهر واحد، ومزيان دابا بقاو يلعبوا مع الفرق الافريقيه بحال هادو. وديما تطوان وديما مغرب. اول مره غادي نجي للتيران، كنتمنى يكون هادشي زوين، ما تكونش اول مره واخر مره، والمنتخب فريق زوين وغنشجعوا بلادنا ضروري، وكنتمناو ينجحوا يربحوا. بدايتي حنا جوج سعداء بالتواجد ديالنا مره اخرى في هذا الملعب الجامع المولى عبد الله بالرباط. بالنسبه للمقابله في المباراه الوديه كتكون عندها واحد الطعم خاص، ولها دور كبير في الوقف على جاهزيه اللاعبين، وكذا تجربه حقيقيه للاعبين الجدد اللي يلا يلتحقوا في المنتخب. فكنتمنى السي وليد الركراكي يعني يعطي واحد كما نقولوا يعني اضافه جديده للاعبين اللي جداد باش يقدموا ان شاء الله مستوى جديد ان شاء الله مع المنتخب. مورا الماتش ديال البرازيل كان النتيجه ايجابيه، كنتمنوا اليوم تكون حتى هي النتيجه ايجابيه. وان شاء الله اليوم عندنا مباراه مع الكاب فير، وان شاء الله تكون عاد سخينيه مع الدراري، وحلنا مع الكبار 8 البرتغال، غنشوفوا الكرياتيفيتي ديال الامرابط بلا ديال الركراكي بلا ميليو بلا اوناحي بلا ملاح، وان شاء الله نتمنوا خير. كل شيء ولكن انا نختار واحد حكيم زيش صافي. عندي اربعه، عندي مرابط وبوفالو وزياج وجبوني الدراري المنتخب كاملين، وزعما شكون الواعر فيهم كيجيني هو الصبير. علاش حيت الحمر كاينين صراحه دراري زوينين جداد بحال ابقار، مدافع باقي شاب يقدر يعوضنا في الكابيتان غانم سايس، ودراري جداد بحال المطيع، دراري زوينين غادي يعوضوا لنا بونو ان شاء الله. كنتمنى هاد المباراه يلعبوا مزيان، ومباراه جايه هي مباراه مقبله يلعبوا مزيان.